السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنبدأ مع بعض في الفيديو، بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا لي الاشتراك ولايك فضلا وليس أمرا. النهاردة هنعمل فيديو رؤية البيض في المنام. من يرى في منامه البيض وكان أبيض اللون فإن هذه الرؤية للرجل غير المتزوج تشير إلى اقتراب الزواج وإنه سيكون سعيدا مع زوجته. واختار شخصية طيبة ومثالية، والفتاة التي ترى في منامها أنها تأكل البيض الأبيض فإن تلك الرؤية تشير إلى تفوقها في الحياة القادمة واقتراب زواجها وسعادتها مع زوجها. أما رؤية البيض ذو الألوان المتعددة فإن هذه الرؤية تشير إلى إنجاب الإناث، فذرية الرأي ستكون كلها من الإناث والله أعلم. وأيضا تدل رؤية البيض في المنام على بعض الهموم التي تحيط بالرأي، وقد تتعلق تلك الهموم بجوانب عائلية أو أن أحد أفراد الأسرة سيسبب له الغم والهموم الكثيرة. وأيضا تشير رؤية كميات كبيرة من البيض إلى بعض الأمور التي يخفيها الرأي عن المحيطين به ولا يبوح بها مهما تعرض للضغوط، وقد تشير إلى تحوله إلى شخص يشوبه بعض الغموض وتحوم حوله الشبهات من قبل بعض المحيطين به. ورؤية بيض الدجاج في المنام تدل على الرزق الكثير والبركة في المال وفي الأولاد، وأن العديد من جوانب حياة الشخص صاحب الرؤية سيشملها التحسن والهدوء والاستقرار، ولكنه سيكون تحسن طفيف للغاية والله أعلم. أما رؤية بيض العقارب في المنام والعياذ بالله فتشير إلى أن الرائي ستصبح ذريته ذرية سيئة السمعة ولا تقدم النفع لأحد، وشرها سيكون أكثر من خيرها، وتشير أيضا إلى كثرة الخلافات والشغب الذي سيترتب على طباع هذه الذرية وتصرفاتهم. ولكن لو كان الرائي أعزب ورأى في منامه كميات كبيرة من البيض فالرؤية تعني اقتراب زواجه وتدل على رزق مؤقت سيأتي له أو الدخول في تجارة ستدر عليه ربحا لكنه قصير الأمد والله أعلم. وأيضا إن رؤية البيض الكثير في المنام قد تدل على الترابط العائلي وصلة الأرحام، وأن الرائي حريص طوال الوقت على جمع أفراد عائلته ويناقشهم في كافة الأمور الحياتية. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. إذا في تكملة بإذن الله للرؤية البيض في المنام ان شاء الله هنكملها مع بعض، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لي اشتراك، وما تنسونيش بدعوة حلوة بظهر الغيب، وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.